لدرجة والله أنا في يعني الآن يعني سأصعد الطائرة ونجمعنا حاجة واحدة يعني ما زرت في الجزائر يعني كم ولاية بس أتمنى لو ذهبت لسوف أتمنى لو ذهبت لوهران كان ودي أذهب لوهران جيجو بعد لكن ما نفس على الوقت عسى أن أكون زيارات قادمة من هذا المنطقة أشكر وزير الأهل أشكر وزير الشؤون الإسلامية من أطيب وأرق وأفضل من رأيت موسوعة رجل علمية أدبية قامة في التسامح الوسطية أشكر أيضا مرجع الجزائر الشيخ العلامة طاهر نعم أسأل الله أن يحفظ مئة قرن يعني ما شاء الله وأشكر وزارة الداخلية والخارجية أشكر قناة النهار يعني أنتم يعني سرعة إنجاز تغطية رائعة لدرجة أصبحت أستحي أظهر على قناة النهار من شدة التغطية أصبحت أستحي من طاقم النهار من مدير قناة النهار أستحي من الشعب الجزائري وصلت لمرحلة من أستحي من الشعب الجزائري وأيضا يعني محاضرة أمس لما رأيت 90% حضور الشباب فرحت وتدافع الشباب أسعدني جدا دلالة أن الشعب الجزائري يريد وسطية يريد خلاص خطاب ديني متسامح ما يريد التشدد ولا المتشدق ولا المتفيقه يريد من يعلمه الدين مع حب الدين والتسامح الوسطية لهذا يعني دائما كلمات الفراق مزعجة ما أحب أن أودع أحب أن ألتقي أستقبل لكن أودع ما أحب أودع ولن أقول وداعا وإنما سأقول إلى اللقاء بإذن الله أشكر قريبا أشكر بإذن الله أخونا أبو عبد القادر أشكر أخونا ياسر أشكر أخي عثماني أشكر